رغم قدمه، إلا أن سكان حي القصاب بتندوف يشتكون انعدام التنمية والتهميش، ففي منظر مؤلم تجتمع هنا الكثير من المنازل على فوضى من تراكم الأوساخ وانتشار روائح الكريهة، مما يسبب خطرا عليهم وخاصة على أطفالهم. احنا نطالب بهذا الأمر اللي له تقريبا من الثمانينات، وإحنا نعانوا من هذه الأمراض والبؤرة هذه اللي يعانوا منها الأطفال تاعنا اللي ساكنين في هذا الحي. الحي هذا السلطات ما على بالها به، السلطات اللي قبل الوالي هذا، كاع الولات اللي جاوا شكين عليهم الحالة هذه، وعلى الأميار، كاع الأميار اللي تبدلوا، ما كاين واحد التفت علينا ولا قيمنا ولا شيء. احنا دوك الوالي الجديد ذا ما نظلموهش، بصح نطلبوا منه يجي يشوف الحالة اللي رانا فيها القصابي في السونتر فيل تاع تندوف. للساحة مدخلين ضيقين لا يتعدى عرضهما المترين، الشيء الذي لا يسمح لسيارة الإسعاف الدخول في حالة حدوث طارئ لا سمح الله. شفنا هذا المكان تردوا لنا زعما على الأقل ديروا لنا ماتيك وديروا لنا ملعب، شوف لنا حل هذه المشكلة، حتى أن نقولوا بلها صارت حريق. عانات الحماية باش تدخل هنا، أماكن ضيقة. ياما يرفعوا عنا هذه القمامة، ياما يعطونا وين نسكنوا ويدوا الأملاك هذه طيحوها. ليبقى سكان حي القصاب ينتظرون التفاتة السلطات وإعادة الاعتبار لحيهم الذي ينتظر منذ زمن طويل تجسيد الوعود.